خسارها كرده شهيد قيماي عيد مدي توبية كفوليين قبل كتكريا يا إس صوت ريا مقالة مقالها يعيد مدى أبي أحمد خميستي كفوليين دو قيمار مشايا دا وعباله إلا طبانقوف أيا لغو ديري دو قيمهان سيداي حقيقيين سراكيش عافيماتك مقالة مقاله عاصمة تكريقا لابدي تضباد لصودا فيا يي إلا سيداي دو قيموت كفوليين عيد مدى توبية قدها قبل كتكريقا يغو بيكسان أيا دقال مياشا تكري balse khasaare soo gaaray dadka shacabka ayaa laga soo sheegay gobolka xukuumadda Addis Ababa waxay ku warantay in duqeymaha shalay lagu bartilmaameedsaday warshad ku taala Maqale halkaas oo sida ay sheegeen ay ciidamada TPLF ku keydsanayeen hub kala duwan TPLF dhankeeda waxay xustay in duqeynta shalay ay bambooyin ku dhaceen aag la degan yahay oo dad shacab ah guryahooda lagu baabiyay ودمدا شيشايا يا ابي احمد كعدادين يا ودا هضل يا حل نبادد بل سدقالكا ايا امي كمر يا هلكي اوغو ادكيد خيل ليسو هب ورورسداي 2 مليون وقف ايا بركعيتن يا مركي دقالكو قرحي هورانتا سند كي 2020 هلكا ترا ان عينين بل سكمنان اهل غديلي دقالكا خضر هيبساب تي في قون مال اسلام إفتوى مقبتا ويديمو ديني مدونيسا موبيل كاغا إناد كبرتو عشر ديني أو أف صوماليا إسلام إفتوى وحد كهليسا فتوى ديني تفسير حديث فقه سيرو رقن كسوبن دعوين سوقر فتوى أما إسلام ونادر هل شن إبر